اهلا وسهلا. حرف الاو الطويله تعلمتنا كمان، اذا لا تفرجوا مره تلخ على الفيديو للاو الطويله. في هالفيديو بدنا نعلمكن حرف الاو القصيره وهيك تنرفص بالالماني. üppig mücke hülle. حرف الاو القصيره مو بس اقصر، يا اللفظ كمان شوي يفرق من الطويله. موقع السن بيكون شوي نازل والتم بيكون شوي افتح. شوفوا مثل بهالمقاطع. ü ü ü ü. وهلا خلونا نشوف الفرق بين الاو الطويله والاو القصيره في هالكلمات الالمانيه. fühlen füllen hüte hütte. شفتن الفرق؟ موقع الاو القصيره بيكون قبل حرفين ساكن، والاو الطويله يا قبل حرف الها او حرف ساكن. بدكن تتعلموها مره لها؟ يلا. lüge müll lücke küste. وهي يا بنات وشباب كانت الاو القصيره. انا قلت تقدروا تلفظوها بلا صعوبه. اوكي، باي باي، والى الدراسه القادمه.